بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم طيب الله أوقاتكم وأسعد أيامكم بكل خير. يوم جديد من فتاوى الناس، نطرح فيه العديد من النقاط الفقهية لنقترب من أهل العلم ونكون على مقربة كي نعيش ديننا ودنيانا بمفهوم إسلامي صحيح. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. حديثنا اليوم حول أحكام التوبة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ عبد الله العجمي أبو كوز أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ما رأيك في من يؤخر التوبة عن المعصية؟ برحب بفضيلتك معنا اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا. في البداية أتحدث عن التوبة النصوح، كيف يصل إليها العبد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح صدورنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أما بعد، التوبة حالة نفسية تعتري الإنسان الصحيح الفطرة من جراء ذنب ارتكبه، وهي مركب من أمور، منها عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وأي تخلف في هذه المواطن الثلاثة يعقبه فساد للتوبة وضعف فيها، أو لا تظهر ثمرتها ولا يظهر أثرها. بداية، فعل القلب. ماذا يفعل القلب من جراء الذنب؟ ما علاقة الإنسان أساسا بالذنب؟ الإنسان في دنيا الناس لا يعيش وحده، بل هو مخلوق خلقه الله عز وجل لعبادته، يؤثر ويتأثر، فهو إنسان كائن اجتماعي بطبيعته، وحياته في هذه الدنيا قيام بواجبات في حق الله تعالى وفي حق الناس، وربما قصر في حق خالقه وربما قصر في حق الناس. فمن رحمة الله تعالى بعباده جعل لهم أشبه بالدور الثاني في الامتحانات، كي يستدرك الإنسان ما فاته، وكي يصحح ما أخطأ فيه، وحتى لا يكون الأمر بغتة فجأة يحاسب عليه ويعذب عليه، بل جعل الله من رحمته بابا يسمى باب التوبة. ولذلك جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة ثمانية أبواب مغلقة حتى تفتح يوم القيامة إلا بابا واحدا مفتوح أبدا، وهو باب التوبة. وجاء من أسمائه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من أسمائه: أنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، أي المتبع للأنبياء من قبلي، وأنا نبي التوبة. فالتوبة حالة تنتاب الإنسان حينما يذنب ذنبا أو يفعل منكرا أو يأتي محظورا أو يترك مأمورا به، ولذلك هي من علامات الفطرة السوية. قال صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: من سرته حسنته فهو مؤمن. الإنسان الذي يفرحه الحسنة هو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. يعني حتى بعد أن فعل السيئة لكنه تنتابه حالة من الخجل، حالة من الندم، وهو فعل القلب. يبقى عندنا فعل للقلب وهو الندم، وعندنا فعل لللسان وهو الاستغفار، وعندنا فعل للجوارح، تفعل المأمور الذي فاتك وتنتهي عن المحظور الذي فعلت ولا تعود إليه. يبقى ثلاث أحوال، كل حالة منها يلزمها أمور،
منها الصدق، يعني أن تلجأ إلى الله ابتداء، وأن تصدق في هذا اللجأ، وأن تستمر عليه. طب فمن لا يصدق؟ يعني في قلبه حلاوة المعصية، هنا يعود إلى الله بقلبه، يتوب بقلبه هنا في هذه الحالة ابتداء. نعم، لأن الله يطلع على القلوب، كما تلذذ هذا القلب ابتداء بالمعصية، وكما استمتع بها، وكما فرح بها، وكما سعد بها، لابد للعبد أن يجعل من هذا القلب يعني مرجلا للندى. نعم، ولذلك جاء في الحديث الندم توبة. نعم، أتحدث حول كيف يصل العبد إلى التوبة النصوح، لكن نذهب لصلاة المشاهدين. معانا أستاذة جمالات، اتفضلي يا فندم. ألو، اتفضلي يا فندم، سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا عم الشيخ، أنا ابني بيوكلني بفيتا ماله، بيقول لي اتصرفي فيه، فبيخصص لي حاجة لأخوه، فأنا علشان عارفة يعني إن الحالة كده فبجور حبة، فهو كده أنا حرام علي يا أستاذ، ولا أنا شايلة حرمانية كتير؟ قبل رمضان ما يهل علينا أبقى عارفة راسي من رجلي، علشان ما أبقى قبل ربنا نعم. نضيف. نعم يا أستاذة جمالات، حضرتك ليك أي تساؤل في هذا؟ وبعدين لما اكون ام ما بتحبش عندها عيل من العيال قلبها ما بيملوش قوي، تعمل ايه من عمايله؟ تحبه ازاي تمام. من عمايله تحبه ازاي ولا تعمل ايه؟ فدني تمام، فدني، ربنا يفيدك في صحتك وفي عيالك. امين تمام، اللهم امين. اشكرك يا حاج. هو مدوخني وانا قلبي ما بيملوش، وادعي لاخواته كلها، والسلسان لحد ورسان ما بينتقلوش. ربنا يصلح حاله يا رب ويهديه. هنجاوب على تساؤلات حضرتك ان شاء الله. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذه سهير، اتفضلي يا فندم. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عايز استفسر بس عن المعنى اللي في سوره الواقعه، في الايه اللي بتقول لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني ايه انا لمغرمون بل نحن محرومون؟ ايه المقصود بيها؟ تمام، شكرا. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ام هبه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال الشيخ بس سؤال؟ اتفضلي. لو سمحت حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي متجوزه بقالي 3 سنين ومش مرتاحه، انا اللي اخترت جوزي واهلي ما كانش موافقين بيه، وانا مش مرتاحه معاه، كل شويه ضربه وبهدله وبيكرشني وبياخد مني مفاتيح ويضربني انا وابني. ابني دلوقتي عنده 2 سنين وانا دلوقتي حامل، وانا عايزه انزل الحمل ده لان انا مش هتكمل معاه، ولو ما نزلتش الحمل ده هدوخ باللي جاي وهدوخ بابني، ومش يعني هيتربوا مفارقين لان انا اتربيت مفارقه، وانا عم على قد ما بقدر بستحمل وبعمل كل حاجه، بس لدرجه الاهانه بيبهدلني ومش مستحملني، ولدرجه الايام ديت يعني كمان حتى يعني ناس من اخواته مقومه عليا وناس تانية جايه معايا، وانا تعبت جامد مش لاقيه اي حل خالص. انا يعني هل كده حرام لو نزلت دوت؟ هو يعني هو عنده 41 يوم الحمل، 41 يوم، وانا يعني الحمد لله معايا ابني ومش عايزه ده، بس انا خايفه من ربنا جامد يعاقبني في حياتي ويعاقبني في الدنيا لان انا مش هكمل معاه. تمام يا فندم، عايزه حضرتك بس الشيخ يرد عليا ويقولي لاني انا مش قد عقاب ربنا. تمام يا فندم، بشكرك. وبالله عليك يعني اكيد رد عليا لان انا تعبانه بجد. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. الحاج عبده، اتفضل يا فندم. يا حاج عبده، حاول تتواصل مرة أخرى معنا يا حاج عبده. نعم، أعود للحديث حول، كنا نتحدث قبل الذهاب لصلاة المشاهدين حول كيف يصل العبد إلى التوبة النصوح، وتحدثنا عن كيف يعود إلى ربه بقلبه ويكون صادقا. العلماء اختلفت تعبيراتهم حول مسألة كلمة النصوح، لأن التوبة كما هو معلوم رجوع. طب النصوح ماذا يعني كلمة نصوح؟ النصوح في اللغة غالبا تأتي بمعنى الخلوص، يعني خالصة، شيء خالص، يعني لا يشوبه شيء آخر، خالص. طب ما معنى أن تكون التوبة خالصة؟ يعني أن تكون صادقة،
يعني لا ميل للعبد ولا حلاوة له ولا تلذذ به ولا نظر فيما استمتع به من حرام. يعني لو أن إنسان فعل ذنبا معينا كبيرة أو صغيرة مما يفعله الناس، نسأل الله الهداية للناس أجمعين، ثم ندم بقلبه، لكنه في هذا الوقت الذي يندم فيه بالقلب فيه شعور أو بقية إحساس بلذة المعصية، أو له ميل إليها ولو بنسبة بسيطة، يريد أن يفعلها مرة أخرى لكنه يتوب الآن، هذه توبة ليست نصوحة، لأن التوبة النصوح الخالصة الذي لا يعود بعدها العبد إلى المعصية، لا يكررها، نعم، لا يوثق عقدة الإصرار على الذنب، لأن الإصرار على قالوا أربعة بعد الذنب أعظم من الذنب، أربع أمور بعد الذنب أعظم منه: الاغترار، الإصرار، الاستصغار، الاستكبار. هذه أمور بعد الذنب أعظم من الذنب، أن تصر عليه، أن تستصغره، أن تستكبر، أن تتوب، أن تغتر بحلم الله عليك أو برحمته بك. نعم. فالنصوح نعم. هي الخالصة التي لا يعود العبد بعدها إلى هذا الذنب، وأن يفك عقدة الإصرار على الذنب، لأن الله قال ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. والملائكة بنفسها الحملة العرش يستغفرون لمن يتوب، مش يستغفرون للعاصين، نعم، لا، للعاصين التائبين. قال الله عز وجل عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى حملة العرش، يعني قد ينام الواحد منا ويستغفر له حملة العرش، بس لابد أن يتوب، ليس مجرد أنه يستغفرون للعاصين، لا، يستغفرون للتائبين من أهل المعصية، نعم، ولا يعودوا إلى الأربع عدم العود: الاستصغار والإصرار والاستكبار والاغترار. نعم. نذهب لاتصالات المشاهدين. أمة الله من القاهرة، تفضلي يا فندم. ألو، السلام. تفضلي يا فندم، سامعينك، حاولي تتواصلي مرة أخرى معانا. معانا أيضا أمة الله من البحيرة، تفضلي يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ معاك فضيله الشيخ، تفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اقول لحضرتك ثلاث حاجات وعايزه اعرف ايه الفتوى فيهم. اول حاجه، انا والدتي عامله قروض كتير جدا. عامله ايه؟ هي قروض. قروض. بسبب ان هي عايزه ما تتفضحش او عليها ديون كتير او كده. دي عايزه اعرف ايه حكمها في، يعني ربنا يعني هيحاسبها جامد بسبب ان زيها زي الناس اللي هم بياخدوا قروض عادي. دي حاجه. النقطه الثانيه، انا دايما يجيلي شيوخ في البيت لان انا تعبانه على طول على طول على طول، تعبانه يا شيخ، جسمي بيوجعني وبتخنق، ويعني على طول. فجاز حد بيقول لي انت عندك مس او سحر او حاجه كده. فانا دلوقتي بحس بحاجات غريبه جدا، من كل مخرج في جسمي بحس ان في زي هواء سخن او زي شطك طالعه من كل مخرج في جسمي، فتعبانه مش عارفه اعمل ايه. دي تاني حاجه. تالت حاجه، عايزه اقول لحضرتك انا عايزه اي حد يساعد امي، لان انا امي اتكرشت من البيت بسبب بابايا كرشها بسبب الديون اللي عليها جامد جدا. اشكرك يا امة الله، ويعني اهل الخير سامعينك اكيد ان شاء الله يتواصلوا معنا لمساعدتك. اشكرك شكرا جزيلا. معانا ايضا امة الله من القليوبيه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا، حضراتكم طيبين. حضرتك طيبه يا رب. سؤال لو سمحت، ما حكم اللي كان بيعمل في بلد غير بلده، يعني من الدول الخليجيه، وعن جهل كان يستخدم بعض الاوراق من المؤسسه يكتب فيها مثلا جوابات
بعد الشنط يحط فيها الشنط ورق، يحط فيها مثلا الأغراض الشخصية بتاعته، ايه الحكم ده؟ يتخلص من هذا الذنب ازاي؟ تمام. في سؤال تاني يا وشكرا فندم؟ وشكرا. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. معانا أستاذ محمد من القاهرة، اتفضل يا فندم. ألو اتفضل يا أستاذ ألو، محمد، سامعينك. أنا بص يا سيد الشيخ، ممكن يا أنا أستاذ محمد تعلي صوتك بس، اتفضل. بقول لك أنا بص أنا بصلي وكل حاجة وبسبح ربنا وبستغفر على طول وبكمر الليل وبصلي الفجر، أهم حاجة في ذنب على طول بقع فيه، اتفضل إيه يا فندم. هو؟ مش عارف أعمل إيه بقى. دايما ما تقع في ذنب يعني. في سؤال من فضلتك؟ لا اشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. اعود هنا للحديث حول اذا كان هناك شخص، هي ليس باتهام او اطلاق احكام على الاشخاص، لكن يقول لغيره من افعاله ان ربنا لن يقبل هذه التوبه، من وجهه نظره ان هذا الشخص تاب ثم يعني اتى بافعال منافيه لهذه التوبه، فيقول له ربنا لن يتقبل منك او لن يقبل منك هذه التوبه، حكم ذلك؟ حكم من قال ذلك انه اقترف ذنبا عظيما لانه تألى على الله، لانه نصب من نفسه حكما على العلاقة بين العبد وربه، وكأن الله نصبه لأن يحكم على العباد في منع التوبة. الله قال عن نفسه فقط وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، نعم، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ما أشرك أحدا معه في هذا، لا نبي ولا ملك ولا بشر، وإنما قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فمن غضب هذا الإنسان على أخيه الذي اقترف من الجنايات أو من الآثام، يعني ازداد غضبه فأوقعه الشيطان في هذا الخطأ. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. سيدنا عمر بن الخطاب جاءه خبر بأن رجلا من أهل الشام وكان صديقا له قد يعني أساء إلى نفسه وشرب خمرا أو فعل منكرا، نعم، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى فلان، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير، والسلام. يعني المسألة لا تكون عونا للشيطان على أخيه. يعني الإنسان يسأل نفسه قبل أن يقول لأخيه هذه الكلمة، هل هذه الكلمة ستسبب التوبة؟ سينتهي الإنسان عن جرمه؟ سيفعل الخير؟ بل بالعكس، ستزيده شططا وتزيده وقوعا في المعصية، لأن الناس لم يأخذوا بيده. الإنسان نعم. يحتاج إلى رقة في هذا التعامل، يعني نوع من الحكمة في التعامل مع المذنب. ارحم المذنب هنا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني الإنسان مننا صحيح. قد يغلظ له في الظاهر لكنه يرحمه بقلبه، نعم، لأنه وقع في إسر المعصية. ولذلك يقول: لا تحسبن أن العدو قد غلب. يعني النفس والشيطان ما غلبوش الإنسان، لكن الملك أعرض، ربنا سبحانه وتعالى أعرض عن هذا العبد فخلاه لنفسه، فانتصرت عليه نفسه، وانتصر عليه شيطانه، وانتصرت عليه شياطين الإنس والجن، فهو أصبح في الحلقة وحده، في الحلبة وحده، فبقى إنسان منفرد، والمنفرد ضعيف، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلا بد من مراعاة لهذا الشخص ألا يتكلم إنسان بهذه الطريقة مع المذنب، نعم، لكن يتودد إليه ويتقرب منه، والإنسان عبد الإحسان. نعم. أذهب لاتصالات المشاهدين مرة أخرى. أستاذة سلوى من القاهرة، تفضلي فندم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل وعليكم سنة السلام وأنتم ورحمة الله طيبين. وبركاته، وحضرتك طيبة يا رب وبخير. تفضلي فندم، سامعيني. بالله عليك يا ابني، أنا عايزة أسأل الشيخ عن حاجة سمعتها فمشتتاني بصراحة. تفضلي فندم. سمعت من شيخ جليل، طبعا عدم الذكر بتاع اسمه، إن هو بيقول الميت ما بيوصلش ليه الحجة لو هو ما كانش حج أو اعتمر أو عمرة أو صيام لو ما كانش هو صام.
او قراءة قرآن الواحد بيقراها مثلا وبعد ما بيخلص يقول نويت الثواب بتاعها لابويا او امي. قال لك كل دوت ما ينفعش، هو الميت 3 حاجات بس اللي هو بينتفع عنه، العمل الصالح، الولد الصالح، والصدقة الجارية، وعمل ينتفع بها. هل ده صحيح؟ فافيدوني افادكم الله. تمام، بشكرك يا حاجة سلوى، وإن شاء الله هنفيد حضرتك ونجاوبك على تساؤلك. شكرا لك. أستاذ عبد الرحمن اتفضل يا فندم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا عبد الرحمن. كنت عايز أسأل، لو أنا رحت أصلي ورحت في السجدة بتاعة الركعة الأولى، هيكون أنا عليا كده فرض ولا لأ؟ في سؤال من فضيلتك يا عبد الرحمن؟ لو صليت عبد اه لو الرحمن، رحت انا اصلي يعني ورحت في السجده بتاعه الركعه الاولى صلي، هيكون عليا فرض اصليه ولا لا؟ فرض بمعنى ايه يعني؟ عليك ركعه كامله يعني؟ عليا ركعه قصدي يعني. عليك ركعه طبعا، لان ادراك الركعه بالركوع. صحيح. عشان تدرك ركعه كامله يبقى تدرك ايه؟ الركوع. عشان صحيح. تدرك الصلاه تدرك ركعه كامله. نعم، في سؤال تاني يا عبد الرحمن؟ اشكرك شكرا جزيلا. ام مجدي من الجيزه اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ رامي. كل حضرتك سنه طيبه وخير يا حضرتك رب، الشيخ. ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك السؤال ده يخص واحده يعني قريبتي او صاحبتي. بص حضرتك، هي كانت وهي صغيره كانت وحشه وشقيه وبتعمل كبائر، بس دلوقتي الحمد لله ربنا هداها وحجت واعتمرت وبتعمل صدقات جاريه وكده، هل ربنا هيسامحها ويغفر لها؟ وشكرا لحضرتك، مع السلامه. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. أستاذة سعاد من القاهرة اتفضلي يا فندم. يا أستاذة سعاد، يا أستاذة السلام سعاد. عليكم. وعليكم السلام، يا ريت تسمعيني من التليفون يا أستاذة السلام سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أنا عايز أكلم حد الشيخ. معاك يا فندم، اتفضلي. بقول لك إيه، السلام عليكم يا حضرتنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي قاعدة لوحدي في الشقة. نعم. ودخلت يا، لا اسمي اسمي، ودخلت يا دكتور في الشقة ولاقي كوم تراب قد كده محطوط لي جنب التلاجة، رملة محطوطة وفيها زلط صغير ومحطوطة جنب التلاجة، ومفيش حد لا بيجي عندي ولا أنا إيه بروح عند حد. نعم. أنا من ساعة لقيت الحاجات دي وانا جسمي بيترعش ومرعوبه، وما لقي، انا قلت ده فار ولا حاجه، شلت الحاجات دي ما لقيتش اي حاجه ايه محطوطه في الشقه ولا حاجه. ابو مش عارفه اعمل ايه يعني، انا مش عارفه ايه ده يا دكتور يا حضره الشيخ. حاضر، اشكرك يا حاجه سعاد، شكرا جزيلا. استاذن فضيلتك نخرج لهذا الفصل. مشاهدينا الكرام، لدينا الكثير من النقاط الخاصه باحكام التوبه، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. الفرق بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية، وهل هل كل معجزات النبي والرسل صلى الله عليه وسلم معجزات حسية أم معنوية؟ وهل معجزة القرآن الكريم معجزة حسية أم معجزة معنوية؟ وجنة عرضها السماوات والأرض، أنا عايز أعرف النار فيها. أنا مش معنى كده إن أنا مش مؤمن بربنا، أو أنا بسائد استفسار بس. إيه الحاجات اللي ممكن تبطل الصيام في رمضان؟ اهلا بحضراتكم مره اخرى، بجد ترحيب ايضا بفضيلتك مره اخرى. نبدا في الاجابه، اهل الاجابه على التساؤلات الوارده في تقرير الشارع. وهنا السؤال الاول يتحدث حول المعجزات الحسيه والمعنويه، وتحدث ايضا هل كل الانبياء اتوا بمعجزات حسيه، وايضا معجزه القران حسيه ام معنويه؟ المعجزه شيء خارق للعاده. نعم. وخرق العاده خلاف خرق العقل، يعني المعجزة لا تأتي بشيء خارق للعقل، إنما يكون خرقا للعادة، يعني في العادة لا يحدث. فخرق العادة هو معجزة تأتي على يد نبي يراد منها التحدي لأقوام جحدوه وكذبوه لتكون برهانا على صدقه. قد تكون حسية يعني محسوسة، ترى بالعين أو تنظر أو تسمع
أو تمس باليد حسية، وقد تكون معنوية يعني معقولة يتعقلها العقل والنفس والقلب. فمن المعجزات الحسية مثلا ناقة صالح عليه السلام، إبراء المرضى على يد عيسى عليه السلام، العصا لسيدنا موسى عليه السلام، فلق البحر، كل هذه معجزات يعني شيء خارق للعادة مقرون بالتحدي لهؤلاء الأقوام، أريد منه إثبات الحجة عليهم أن هذا نبي. يبقى دي معنوية ودي حسية. الأنبياء يجمعون بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء جمع الله له بين هذا وهذا. فمن المعجزات الحسية انشقاق القمر، نعم، انشقاق البدر شق له ليظهر صدقه، والشمس قد وقفت تعظم حقه، والمزن أرسل إذ توسل ودقه، فاخضر ما قد كان قبل هشيمة، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه معجزة حسية. المعجزات المعنوية كالقرآن الكريم، المعجزة الباقية الخالدة التي فيها ذكر لهذه الأمة، قال الله عز وجل وإنه أي القرآن لذكر لك، أي صيت وشهرة للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه صيتكم وشهرتكم. فجمع الله له بين المعجزة الحسية والمعجزة المعنوية. نعم. المعجزة الحسية تنتهي بوفاة النبي، لأن الأثر لا يكون إلا لمن شاهد وأحس بهذا الأمر، أما من بعد ذلك فيأتيه خبر شق القمر، نحن لم نرى هذا وإنما رآه من كان عاصرا أو معاصرا له. فالمعجزة الحسية تنتهي بوفاة من رآها، أما المعجزة المعنوية فتبقى أبد الدهر، ما شاء الله لها أن تبقى. فجمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا، يعني بين الحسي والمعنوي إبرازا لكرامته. ورسولنا أكثر الأنبياء معجزات حسية ومعنوية، نعم، فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، نعم، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. السؤال أيضا الثاني هنا، يعني شاب يتحدث حول الجنة عرضها السماوات والأرض ويتساءل عن النار. نعم، المسألة بالحساب مش بالحساب العقلي المجرد كده، لا، ما تفسرش القرآن بالعامية، القرآن لا يفسر باللغة العامية، القرآن بلسان عربي مبين. يبقى لما أجي أفهم آية أفهمها بلسان عربي مبين، مش نعم. بلساني أنا، لساني فيه عجمة، لساني فيه ضعف، أنا ضعيف في اللغة العربية، كيف أفهم هذه البلاغة العالية بلسان عيي حصر؟ لا يستطع هذا. أنا ما عنديش لغة أجنبية، هقرأ أدب شكسبير إزاي مثلا؟ صحيح، كيف أستمتع به وأنا لا أفهمه أصلا؟ اللغة عالية وأنا لا أفهمها. فالقرآن لما بيعبر عن العرض أو الاتساع أو هذا من باب المبالغة في السعة، في الكبر، في العظم، زي ما بيقول مثلا كده ما دامت السماوات والأرض، يبقى ده ما دامت السماوات والأرض، العرب ترمز إلى هذا المعنى بالدوام، أما يعوزوا حاجة يقولوا عنها دائمة يقولوا ما دامت السماوات والأرض، لما يعوزوا يبلغوا في العدد يقولوا 70، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني هل معنى هذا إن استغفر أقل أو أزيد من 70 سيقبل الله استغفاره؟ لا، هذا جرى مجرى المبالغة على عادة العرب في تصرفات كلامها، وهنا قياس في الموروثات والمقولات. نعم، ما هو ابن جني بيقول في كتاب الخصائص في اللغة، بيقول وما حاد أحد، يعني مال معرفش، وما حاد أحد في هذه الشريعة الغراء عن جادة الصواب في الفهم والاستنباط لكلام الله ورسوله إلا بضعفه وعدم تمكنه من لغة العرب. فالإنسان الضعيف في لغة العرب ما يفسرش القرآن بالعامية. صحيح، والأخ ده الطيب الفاضل ده هو فسر القرآن بإيه؟ بعاميات، يقول لك عرضها السماوات والأرض. العرب الذي نزل عليهم القرآن ما سألوا سؤاله، يعني العرب اللي نزل عليهم القرآن، قريش التي نزل عليها القرآن ما قالت لرسول الله مثل سؤال، لأنهم يفهمون أن عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض ده معناه
الساعة، لأنهم لا يرون ما هو أوسع من السماوات والأرض. فالجنة عرضها السماوات والأرض، هذا دليل على الاتساع وليس المساحة المعروفة. نعم نعم. السؤال أيضا الأخير، يعني فتاة تتساءل حول مبطلات الصيام. مبطلات الصيام كما هو معلوم الأكل والشرب عمدا، الجماع في نهار للمتزوج، الردة، كل هذه من المبطلات. نعم. أعود مرة أخرى لحديثي حول التوبة وأحكام التوبة هنا. هل تأخير التوبة يعد معصية؟ إذا كان هذا الشخص متأكد أنه ضعيف أمام هذا الفعل أو هذا الذنب ولا يريد أن يتوب في هذا التوقيت حتى يتيقن من قلبه وأنه تماما سوف يجاهد نفسه للقضاء على هذه الحالة أو هذا الفعل ولا يعود مرة أخرى له، تأخير هذه التوبة يعد معصية أو إصرار عليها؟ وصف الحالة هو تأخير، حكم الحالة ده شيء تاني. نعم. لما الإنسان يؤخر التوبة، ما السبب في تأخيره التوبة؟ هل من جهله لأنه لا يعلم أن له ربا يغفر الذنب، ولا هل هو من باب طول الأمل؟ يعني قد يحجب الإنسان عن التوبة ويؤخرها لطول الأمل، يقول لك والله أنا لسه إنسان صغير أو شاب والحياة في مقتبلها له، وسوف سوف سوف بعد ما تزوج، بعد ما ظروفي تتحسن، بعد كذا بعد كذا، لما أتعقل شوية إذا أبدأ إيه ههدى وتوب لما أكبر. لا، طالما كنت بالغا عاقلا فالله يحاسبك. يبقى طول الأمل هو الذي يؤخر التوبة. طيب هذا الحكم هذا هو ده إثم ومعصية. نعم. لأن الله حكم على من لم يتب حالا، حكم بأنه ظالم، فقال ومن لم يتب أي من ذنبه فأولئك هم الظالمون، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. يعني أمر بالتوبة. طب وتأخير الأمر، يعني لو أن إنسانا قال إنسان افعل كذا الآن ولم يفعل، ألا يعد مخطئا؟ فكيف إذا أخر أمر الله؟ لأن الله قال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. فالتأخير معصية، يعني معصية فوق معصية التي ارتكبها العبد. نعم. وسببها طول الأمل. نعم. أذهب للأسئلة الواردة من الفيسبوك، وهنا حساب بعنوان هدى الشايب تتساءل. السلام عليكم، سؤالي هل حرام أن المرأة تسلم بالأيدي على الرجال غير المحارم؟ نسبة لحديث الرسول لأن يطعن في رأس أحدكم بمقيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا الحديث إما أن يكون يعني فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يراد منه أن يمس امرأة لا تحل له، معناها المس باليد أو بجزء من الجسد، أو المعنى الثاني يمس امرأة لا تحل له أن يأتي منكرا وفاحشة وهو الزنا والعياذ بالله. والرأي الثاني أميل إليه أو يمال إليه. ليه؟ لأنه لا يتوعد الله عز وجل أو رسوله بهذا الوعيد الشديد لأن يطعن أن يضرب في رأسه بمخيط بحديدة، لأنه مجرد أنه مس بيده، إنما من أتى فاحشة يعني العذاب أو هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا عن فعل عظيم. طيب حتى لو كان المراد منه المس بهذا، هذا يكره زي ما مثلا سيدنا النبي بيقول كده، من شرب قائما فليستقي. هل كل إنسان يشرب قائما يستحب له أن يستقي ما شربه امتثالا لهذا الحديث، ولا هذا محمول على المبالغة في الزجر، المبالغة في تبشيع المسألة؟ فهذا هو المراد، كرهت هذا الأمر التبشيع. يعني يبقى هذا الأمر يكره ولا يحرم. نعم. أيضا السؤال الآخر هنا من حساب بعنوان السامح عمر،
يتساءل السلام عليكم، سؤالي عن الصدقة الجارية للمتوفى، هل من الممكن عمل صدقة جارية للمتوفى بعد وفاته؟ هل سيستفيد منها المتوفى أم يستفيد منها من فعلها؟ هذا السؤال تكرر مع سؤال أخت فاضلة بتقول أنا سمعت نعم. أن أحدا من الناس أو قال من المشايخ يعني يصل قال لها لا يصل. نعم. الأصل أنه يجوز أن يفعل الإنسان لنفسه ولغيره مثل هذا، وثوابه يصله إن شاء الله عز وجل. نعم. وهذا ما اعتمده جماهير أهل العلم وإن خالفهم البعض، الأكثر أكثر أهل العلم أجازوا هذا وقالوا بوصول هذا الثواب من أي عبادة تفعل لهذا العبد الميت، حج عمرة قراءة قرآن وكل ذلك. نعم نعم نعم. أذهب للإجابة على التساؤلات الواردة من اتصالات المشاهدين، وهنا يمكن السؤال الأول من أستاذة جمالات تتحدث أن هنا الابن يعطيها مال لأخيه وهي تزيد هذا المال لأن الابن الآخر متعثر أو في حالة صعبة، حكم ذلك؟ لو إحنا بنقول مرة أخرى، لو الوكالة لك مطلقة أنفقي على من شئت أو أنفقي على الفقراء وكان ولدك الفقير من هؤلاء الفقراء فيجوز لك أن تعطيه ما شئت من هذا المال، الولد الثاني الفقير طالما من الفقراء من أهل الوصف. طيب لو حدد لك أخوه شيئا بعينه وقال لك أخرجي له هذا المبلغ فقط، يبقى لا يصح لك أن تزيد عليه لأنها وكالة مقيدة، قيدها بوصف اللي هو الرقم ده تدي لأخوه يبقى تدي لأخوه. نعم. أيضا سؤاله الآخر تتحدث هنا عن ابن عاق في أفعاله مع أمه، ومن هذه الأفعال هي يعني القلب لا يميل له أبدا، هل عليها شيء هنا؟ ميل القلب في البغض لإنسان يسيء ده فطرة ولا يحاسب عليه العبد لأن الإنسان عبد الإحساء، فهو لم يحسن إليها فهي تبغضه بقلبها وهذا لا وزر عليه فيها، إنما لا تزد على هذا حتى لا يزيد من فحشه. نعم. وحتى لا يزيد من كبره وعطوه، والغضب اللي عندها ده تحوله طاقة إيجابية أن تدعو له بالهداية، فدعاء الأم لولدها مستجاب. نعم. أيضا أستاذة سهير لديها تساؤل هنا حول تفسير الآية، ويمكن كمان يعني تقصد بتحديد عند القول إنا لمغرمون. هذه الآية جاءت في سياق إبراز مظاهر الربوبية لله تعالى ومظاهر قدرته في خلقه، فقال أفرأيتم ما تحرثون، أي ما تلقونه من بذر للزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ليس لكم إلا البذر إلا رمي هذه الحبوب في هذه الأرض ونحن الذين نزرع، أم نحن الزارعون، لو نشاء لو تعلقت مشيئتنا بأن نفسد هذا الزرع يعني ييبس يجف تصيبه آفة لفعل لجعلناه حطاما لتحطم ويبس وجف ولا يصلح للاستخدام، فظلتم تفكهون أي تتعجبون من هذا، كيف حدث هذا يصيبكم فزع ومن هذا البلاء. نعم. فتقولون إنا لمغرمون، أي خسرنا من الغرم الخسارة، غرامة جت زرعنا ولم تنتج الزرع، إنا لمغرمون، بل نحن الحقيقة أنهم محرومون من هذا الخير لسوء قصدهم لأنهم ظنوا أنهم يفعلون. نعم. أيضا أذهب للتساؤل الآخر من أم هبة تتحدث عن زواج منذ 3 سنوات وهناك خلاف كبير بينها وبين الزوج، طردت أكثر من مرة وتدخل أهل الزوج بالكثير من المشاكل، وهنا في يعني هي تريد الابتعاد أو الانفصال عن هذا الأمر بعد كل هذه الخلافات وأيضا إجهاض الابن 41 يوم. الإجهاض في هذه الحالة ليس له مسوغ شرعي. نعم. مسوغ شرعي ملوش مسوغ شرعي، لأن الإجهاض لا يسوغ شرعا إلا عند إقرار الطبيب الثقة بتقرير طبي يقول إن في هذا الأمر يعني خطرا وتهديدا شديدا على روح الأم، ففي هذه الحالة يجوز هذا الإجهاض، أما في حالتك هذه فلا يجوز. بالنسبة للمشكلة بقى فلا بد يعني إذا أردت ذلك فأهل الخير من أهل زوجك وأهلك
ممكن تحضروا إلينا في إدارة فض المنازعات نحكم بينكم إن شاء الله. نعم. ايضا الحاج عبده قبل ان ينقطع الاتصال بي تواصل مع الكنترول واخبرهم بسؤاله، يقول هنا انه اثناء الصلاه يعني يوسوس له الشيطان بالكثير من الامور فيها كفر وفيها ايضا امور بعيده عن الصلاه ويشتت له كثيرا، حكم ذلك او كيف يتعامل مع هذا الامر؟ الاصل انه يسال الله سبحانه وتعالى ابتداء ان يعصمه من فتنه الشيطان والوسوسه. الامر الثاني يدقق ويركز فيما يقرأ وفيما يقول، إذا اعتراه بعض هذا الشيء بعد ذلك ينفس عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يعني الشيطان يستحوذ عليه، وعليه ألا ييأس وألا يترك نفسه للشيطان. نعم. لأنه سيفسد عليه حياته فضلا عن صلاته. نعم. أيضا أمة الله هنا تتحدث حول من البحيرة حول القروض لسد الديون، حكم ذلك؟ ما هو سداد الديون هذه واجبة، كيف تفعل؟ لم يقرضها أحد قرضا حسنا ولم يعطيها أحد من صدقة ماله مثلا، فهي لجأت إلى هذا الأمر لهذه الضرورة، والضرورة تبيح المحظور، وهذا شيء جائز في حالتها هذه. نعم. وأيضا الإبنة يعني تساءلت أهل الخير في مساعدة أمهم. نعم. أيضا سؤال الآخر هنا تتحدث حول يعني في بعض المشايخ بيجوا المنزل لها بسبب بعض يعني هي تشعر بحالات غريبة، ويعني قيل لها أن هذا مس، بماذا نقول لها في هذه الحالة؟ نقول لها ما خلق الله داء إلا خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فعليها أن تذهب إلى الأطباء. نعم. سواء العضويين أو النفسيين، وما يشيرون به عليها فلتفعله. نعم. أيضا أمة الله من تتساءل حول من يعمل في بلد غير بلدي في غربة، وهنا يقوم باستخدام بعض الأوراق الخاصة بهذه المؤسسة التي يعمل بها لكتابة الجوابات لأهلي، هل يعني كيف يكفر عن هذا الأمر، وهل هذا الأمر أيضا فيه ذنب أو فيه شيء؟ والله المسألة دي مش مسألة غربة وبس، يعني ممكن تكون في المكان الذي يعيش فيه ولا ينتقل منه، فاستعمال المال العام في أي مؤسسة ننظر فيه، هل هو من باب المباح، يعني يجوز لك رئيسك أو المبادئ العامة لهذه المصلحة تقول هذا، يجيزون هذا ولا لا يجيزون؟ فإن كان هناك مانع أو لائحة تمنع من هذا فيحرم، فإن كان ممن يتغاضى عنه، مسائل بسيطة هنا يعني مثلا هذا قلم. نعم. هذا القلم المؤسسة أعطتني هذا القلم للكتابة. نعم. هل هذا القلم متعين للكتابة ولا لشخصي للكتابة؟ فهذا من باب الورع، يعني تركه أولى، يعني نعم. العدم أولى. أما أن يستخدمه الإنسان لمن هب ودب وأن يهادي به الناس أو أن يأخذ ليفعل كذا وكذا وكذا، فهذا مما لا يصح ولا ينبغي، بل عليه أن يحدد هذا أو أن يقرب إن لم يستطع التحديد هذه النسبة التي أخذها وليعدها إلى هذا المكان، فإن لم يستطع فليجعلها في أي مصرف حكومي أو مؤسسة حكومية تكفيرا له عن ذنبه. حتى في المسائل البسيطه يعني حتى لو قلم أوراق، مما يعفى عنه ولا لا يعفى عنه، لو الاوراق هذه لن تؤثر في العمل او في سير العمل او في المؤسسه، هي ربما يعني هناك الكثير من الاوراق مثلا في هذه المؤسسه وكثير من الاقلام. المساله مش مساله كثره وقله، المساله هل هذا مما يسوغونه، لن ياتي بضرر على المؤسسه حتى، مش برضه المساله مش مساله الضرر. نعم. لأن المسؤول عن المؤسسة ليس مالكا لها، هو موظف أيضا وإن كبر مقامه، فننظر في هل هذا مما يعفى عنه، يعني يعدونه أمرا عاديا. نعم. ولا يدققون، يعني يقول له أنت ليك رزمة ورق في الشهر، أنت ليك كذا، ده بيحدد له، يبقى إذن سيسأله عن ذلك هنا بحسب حاجة العمل واللوائح. نعم. أستاذ محمد هنا يعني يقوم بما عليه من عبادات لكنه يعني يكرر الذنب أو يعود لذنب مرة أخرى، حكم ذلك أو بماذا ننصحه في هذه الحالة؟
والله يا استاذ محمد عليك ان تصدق مع الله. اللي انت قلت عنه حضرتك ده معناه ما فيش صدق في التوبه، فالصدق عندك ضعيف شويه. فاصدق مع الله يصدقك الله سبحانه وتعالى. كن صادقا مع الله، الله عز وجل يقويك. لان التوبه دي سبحان الله، الشيخ ابن القيم يقول ان توبه العبد محفوفه، يعني قبلها وبعدها، محفوفة بتوبة من الله سابقة ولاحقة. ربنا لما بيتوب على العبد يسبق ويلحق. يسبق للعبد بإيه؟ بإلهام، يلهمه أن يتوب. طب وبعد أن يتوب يقبلها. يبقى ربنا بيتوب ابتداء وانتهاء، والعبد يتوب في المنتصف. يتوب بسبق اللي هو الإلهام، لأنك قد ترى حادثة، حادثة أو حوادث ثم تمر عليك مرور القرار، وفجأة ترى حادثة أو حالة وفاة أو كذا تتأثر. ماذا حدث؟ تاب في هذه ولم يتب منها، من هذه وهذه وتلك. ما الذي حدث؟ ألهمه الله في هذه فتاب وانكسر وعاد فقبل. وذلك قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. نعم. أيضا أم مجدي هنا لديها تساؤل حول سيدة وهي صغيرة، يعني كانت في حالة الشباب، كان لديها الكثير من الأفعال الصعبة، ويمكن يعني أفعال صعبة شوية، أو مش هنقول سيئة لكن هي ما وصفتهاش بهذا الأمر، لكنها عادت إلى الله، حجت وقامت بعمرة وتقوم الآن على الكثير من العبادات. هل يقبل منها هذا الأمر؟ يذكرني هذا بحالة للحسن بن هاني المعروف بأبي نواس، الشاعر الكبير ده، كان مسرفا على نفسه، يعني شديد الإسراف على نفسه، حتى سموه شيخ القوم في الشرب والعبادة ومثل هذا. فلما اقتربت منيته ومرض مرضا شديدا إذا به يناجي ربه فيقول أسرف على نفسي في المعصية، فقال أنا مذنب، أنا مجرم، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة. نعم. وستغلبا أوصافه أوصافي، فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. عليها أن تحسن الظن بالله، حتى ده الإنسان لو مات ولم يتب، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، فكيف بمن تاب؟ من تاب تاب الله عليه. الله. نعم. سمى نفسه التواب لأنه يتوب، يعني يرجع من العقوبة إلى العفو. وأنت تواب لأنك ترجع من الخطأ إلى الصواب ومن المعصية إلى الحسنة. نعم. وأنا لم يتبقى أمامي أي وقت، لكن هو السؤال الأخير، الحاجة سعاد عندما عادت إلى الشقة، هي تعيش بمفردها، شوال الرملة، شوال الرملة، وبتقول إن هي في حالة ذعر ورعب من هذا. أنا يعني أظن ظنا يبلغ اليقين إن أحد الناس يداعبها من جيرانها، لأنه رآها يعني تهتز من أي شيء، فوضع لها هذا الأمر للمداعبة والملاعبة كي يضحك بها أو يعني يسخر منها قليلا، لأنه عارف أن طبعها إيه، خفيف شوية وبتخاف من أي شيء، فهذا مجرد لعب يعني. يعني إذا النصيحة لا تلتفت لهذا، لا تلتفت لبست هذا، وتاخد الرملة ترميها تحت في أي مكان. نعم. ويسر الله لنا. لكن ختامنا جميل، فضيلة الشيخ عبد الله عجمي بكوش، شكر الله لك. عفوا سيدي. الشكر ايضا للاستاذ تامر سيد، كان معنا مترجما للغة الإشارة خلال هذه الحلقة، والشكر بطبيعة الحال موصول لحضراتكم. دمتم في رعاية الله وامنه، الى الملتقى.